السلام عليكم الحباب، كيف الحال؟ فيديو جديد واخبار جديده. اليوم رجعنا معكم مع الدار ديال المربوحه، واجيو تشوفوا اشنو اللي دار قدور، قفرها وكحلها. واش نقول لكم، مشى التجا حتى العائلات محبوبه وكيطلب منهم يزوجوه. حبابي ما تزبيوش الفيديو، غتسمعوا الخبر من قاع الدار، جبتها ليكم مع الاخت فاتحه فاعله الخير، تحياتي لها من هذا المنبر. الصراحه هذه الانسانه كنحبها في الله، كتعجبني، قلب الكبير، الله يحفظها والله يكمل عليها يا ربي بالخير. خليكم احبابي وغتسمعوها بصوت وصوره اشنو اللي قالت فاتحه فاعله الخير، والاخبار اللي جابت لينا على قدور الزوج ديال لاله حده. مسكينه نهارت والصحه ديالها تدهورات بسببه، ماشي المشكله، ماشي كيوقف معاها ولا كيساندها ولا يقول مرتي مريضه نوقف معاها وما نزيدهاش المشاكل، كيضغط عليها وكيفقصها، وبحال كانه باغي يوصلها للمقبره بعد الشر عليها من طبيعه الحال. شنو نقول لكم احبابي، البعد شي رجال الله يغرق لهم الشقف والله يعطيهم هذا المنبر، اعطيها لهم في صحتهم يا ربي. داك الرجال الزايغين كاملين واللي كيتعناو على المراه بالصحه ديالهم وكانهم زعما رجال وعندهم الحقوق، الله ياخذ فيهم الحق في هذا المنبر، الله يخت فيهم الحق وخلينا ليهم الله. المهم احبابي، خليكم مع الاخت فاتحه فاعله الخير وسمعوا شنو غادي تقول لكم، والاخبار الجديده اللي جابت لكم على يونس وباه، وسمعوا اشنو اللي غتقول. خليكم وما تزبيوش هذا الفيديو كله التفاصيل فيه، ما تنساوش اللي غيمر بالصدفه كالعاده احبابي ضغطوا على ديك الزر الاحمر والجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنزل على قناتي وقناتكم فضلا وليس امرا. ايضا احبابي ما تنساونيش بلي لايك ديالكم، جزاكم الله خيرا، والله يجعلها لكم في ميزان الحسنات يا ربي. وكل ما ضغط على ذاك الزر، على ذاك الجرس على اللايك عفوا، الله يجعلها له في ميزان الحسنات ويحقق لك ربي كل ما تمنيتي اللي غتضغط على اللايك. خليكم احبابي ونقول لكم انا الى اللقاء، فيديو جديد ان شاء الله واخبار جديده، ومع السلامه. بوحي يفجرها عاجل، اخبار صادمه، اخبار حصريه على القناه فاتحه فاعله الخير. خوتي وخواتاتي، التدقيق في الموضوع والفضيحه بالقلاقيل. ابا قدور، اياه ابا قدور، راه منود الفتنه في الدار وشعلت فيه النيران والعوافي. ابا قدور اللي ما حزاته حتى شي ارض، وقالوا لي كينعس هنا ويمشي لهيه، وما قال لك شنو حقه ما هي حقه، راه عنده داك كيفاش يقولوا لهذيك الدرقه الدرقيه، ولا كي سميت لباباها الكلب اللي كتجي تكون في القراجات، ولا قال العده الدرقيه، ولا كي كيقولوا لها، قالت لك هذيك نوضت له الاعصاب. لا خوتي، راها شاعله لداخل الدار ديال لاله حاده، وما قدرش يونس يصور، وما قدرش يونس يعاجل كيفاش نقولوا، يستعجل بباه يشوف شنو المصيبه ديال باه، واش تناض فيه، واش اخر ايامي وليت شوها، اخر ايامي وليت كضحكوا عليا، اخر ايامي. المهم راها قرباله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للمتتبعين والمتتبعات ديال فتح فاعله الخير فيما كانوا، تحياتي لولادي، تحياتي لبناتي. خوتي دخلوا عطيونا لايكات، عطيونا البارطاج فضلا وليس امرا، علوا لي لايك، راه ما تخلصوش يوم اخوتي، ديروا لي لايك. وتحياتي للقنوات اللي تهزوا الفيديوهات ديالي واللي تيبارطاجيوهم، مرحبا والف مرحبا، ديروا اللي بغيتوا اخوتي، راها القناه ديالي راها القناه ديالكم. وتحياتي لكل اخت اللي كتشاهدني، وتحياتي الاخوات. المهم بارطاجيو معكم الفيديو، هزوا معكم القناه، بارطاجيوها ليا وليكم، باش كلشي يعيد على باش يستافد من هذا الموضوع اللي حنا نهضروا فيه. خوتي خواتاتي، انا جبت لكم اخبار حصريه بقدور، زاد شعلته النار وقصد دار خوتو، ولاد خوه كما كنقولوا حنا، دار خوه. خوتي خواتاتي، القناه المحبوبه قصد ولاد خوه وقال لهم عاونوني، هما ديجا غارقين حتى لودنيهم هذوك الناس، ولكن بقدور كيقول لهم عاونوني جوجوني، باغي نتزوج، باغي نعمر الدار، صافي سمحت هي حاده ما بقاتش باغياني، حررت العيشه معاها، جوني ما شوفوا يا خوتي اخر ايامي. اش كنقول لكم، العيالات خصهم يحاولوا على الديور ديالهم، خصكم ديروا المستحيل المستحيلات، ما تفجروش الرجال عليكم، ما تزيروش حتى تهرسوا وتكسروا، ما ترخفوش عاوتاني حتى بنادم كيزلق ويطيح، خصك ما بين ها وها. لاله حده شدتها جديا وفعليا وقوليا، يونس ما لقى الوجه ديالو فين يديرو. يونس راه ملهي مع البني، خوتي خواتاتي، ملهي مع المشاغل ديال الفيلا والمهندس والمخيلات اللي عنده في المخ ديالو، واللي باغي يبني فيلا قال لك غادي ترتق العديان،
هو ديجا با شعله فيه العافيه وما قدرلوش اخوتي خواتاتي. جمع بعد الوالد ديالك ماشي دخلتو له فكره الزواج في مخو وراه داير كي البيبي الصغير. راه كيقول لك ملي كيوصلوا لواحد الكبر ما تقدريش تقولي لهم اوفون ولا تغضبيهم ولا تزعليهم علينا اخوتي خواتاتي. غنقول لكم شتي بنادم تيكبر في اللاج كيولي بحالو بحال البيبي الصغير. راه الا مشيتي درتي له واحد الخاطر وما كملتيهلوش كيبقى يعاودوا عليك يعاودوا عليك حتى البيبي الصغير. ملي كتوعدي تقول له نخرجك بار اكزومبل ما ديرش البيتيز ولا غندير لك العقوبه ما ديرش هذيك، هذاك الراجل كيكون بحالو بحال بيبي صغير. دابا خوتي خواتاتي بناتو شعلتيهم النار، بناتو ما قدوش لباهم، باهم كيقول لهم انا بغيت نتزوج وبغيت نتبرز وبغيت نتزوج وبغيت نجيب مرا اخرى اللي تعمر لي الدار واللي دير لي الهراري ودار يا بقدر نعرف الشيطان. واش انت قد باقي الدراري والهراري؟ ربيعي ولاد بنتك ربيعي ولاد ولادك، ما ديروش على الكلمه الهضره ديالي حيت طرقت لي السخانه اخوتي خواتاتي لداخل. داكشي علاش الا جات شي هضره غلطه مني ولا سمحوا لي. انت با قدور ديجا راه تبارك الله ما شاء الله ربي ولاد بنتك ربي ولاد ولدك. ما انا ما انتظرت منك تقول نتزوج، انتظرت منك تقول خصني نمشي نرد ولاد ولدي نجيبهم ونجمع الشمل. نورمالمون هادو هما الاباء وهادو هما الامهات اللي كيوقفوا مع ولادهم فقط الشده وفقط العصيان. الاخبار حصريه اللي جبتها قصد ولاد خوه قال لهم عاونوني شي وحده مع جو سي با نسا ديال ولاد خوه شاف شي وحده معاهم شاول سبا قال له من حقك تزوج من الا لحد عيات ما بقاش تعطيك الوقت من حقك تعاود الزواج الشرع عطى ربعه ولكن ما تزينولوش اولادي. قولوا له داك المراه راك جبتها صغيره وبالله راه ولات عندك شارفه وعقيزه اه دوزت صحتها معاك وطيحت الجهد وطيحت العمر ديالها. نتوما تبغوا هاد العمله هادي؟ لا نتوما ديجا راكم منوضين فتنه بيناتكم. ما ديجا راكم غادي شي غيتزوج على مرتو شي كيمصاحب على مرتو شي كيعيط مرتو انت خانزه وريحتك ريحه العروقات شي كيقول لك انا خرجت مع جارتني الفوق. لان هاد الناس هادو ما تقديش تعرفهم هاد القنوات ما تقديش تعرفي عند من الصدق واش عندها ولا عندها. انت هضر بقدر قول انا بغيت نساهم بغيت نرد سميره والوليدات يرجعوا للدار يزيدوا يعمروا القناه عندي. والله ملي كنتو مجموعين كتبارك الله ما شاء الله المشاهده وكنتو كتدبروا مره ديروا سيمينات محروقين ومره ديروا حشره محروقه ومره ديروا مهم كنتو صحاب الكانون وصحاب العافيه وصحاب الفارنا ديال برا وكما كتقولوا نتوما المسيره ولا كي جو سي با كما يسميت هذا كله كيديروا فيها الحطب ويطيبوا فيها الخبز. كنتو تبارك الله ما شاء الله كتجيبوا مشاهدات عاليه وكنتو محبوبين عند الجماهير عند خوتنا الجزائر عند التوانسه عند المغاربه كنتو محبوبين. نهار اللي مشات سميره طفى كلشي الله يستر. هاد العمل المؤخرين ما راكمش تحكروا يا المتتبعين يا القنوات. هاد العمل المؤخرين ولات الساعه والدقيقه والشهر انا في الساعه كيطير. انا هنا في فرنسا كنغمض عيني كنقول شحال يوم في الشهر او ما يمكنش البارح كان واحد الله ودابا حنا وصلنا ل 21 في الشهر. هادشي غريب في الغرباء غريب في الغرباء. داكشي اش كنقول لكم اخوتي خواتاتي الانسان يجري في الخير. نوضوا ولاد قناه محبوبه يجريوا في الخير كله رد لاله حاده وصبر مع لاله حاده. لاله حاده عيات والركبه ديالها كتحرقها ومسكينه الصحه ديالها غشاتها يعني شد بيديها وقف معاها وديروا فيديوهات تقول لهم انا ما نتخلاش على لاله حاده انا ما نبدلهاش ولا بكنوز الدنيا. يخويك شاب قدور الزين والصغور كلشي قدور كيجي على الطمع. دابا فهمتي كلشي الزواج وكلشي كيجي على الطمع ماشي يزينوا لك ولاد خوك. لان ما بقيت مع الهضره لا ديال الناس ولا ديال ولادو ما بقاش كيهمو نتزوج نتزوج. دخلوا الناس ديال الدوار اللي كيجيو عندهم قال لهم انا بغيت نتزوج ما بغاش يحيد الفكره ديال الزواج. وانا كنقول لك باقي الدور انت في داك اللاج اش خصك شي زواج جيب واحد الخدمه اللي تخدم عليكم تعاون لاله حده واللي تصب لها ماشي تحطوا لها الحوايج. انا شفت يونس عاد مؤخرا مشى شرى الماكينه الصابون لماما هو توا كان يقلع ويحط. امك ولدي راه عيات راه عيل سن دمك قدر الام ديالك. لا خصك تراعي بالمراه راه مسكينه رارات وكبرات وولدات وعصرات وكانوا يولدوا غير في الدور هذا.